السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات سهلة ورخيصة. اليوم ان شاء الله عندنا وصفة جديدة وفيديو جديد. كما كتشوفوا معنا الوصفة تاع اليوم هي الحوت بالبصلة والزبيب، وصفة سهلة وبسيطة وكتجي رائعة. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. اول حاجة ان شاء الله غادي نصوت كلا مارينات اللي غادي نرقدو فيها الحوت. غنديرو شوية الملحة، شوية تاع الخرقوم البلدي، شوية القرفة، شوية سكنجبير، شوية بزار، زيت الزيتون، والثوم ان شاء الله غادي نحكوه في هاد لا مارينا هادي. كنحركوا هاد لاصوص ديالنا بهذه الطريقة، هادي تتندمج لينا مع بعضياتها. كنجيبوا الحوت ديالنا، الحوت كما كان، يعني اي حوت متوفر عندكم تيجي مزيان، يا الطون يا الصنور ولا اي نوع تاع الحوت الكبير كيجي غزال في هاد الوصفة. من الاحسن اذا كان عندنا الوقت نخلي واحد ساعتين تاع المقانه، ولا نخليوه يبات في هاد الشرموله هادي باش تيجي لذيذ بزاف. كل ما بقى في هاد الشرموله كل ما تيجي لذيذ. والانسان اللي مزروب ماشي مشكل، كيقدر يقومو بحال هكذا وتيرميه ماشي مشكل، ولكن من الاحسن يمهل عليه العافيه باش تيجي لذيذ، باش تيشرب على خاطر خاطرو. كناخذوا هاد البصيله وتنديروا لها تقريبا نفس الشرموله اللي درنا للحوت، شويه شويه تاع القرفه ما نكثروش، خرقوم، ملحه، سكنجبير، ابزار، زيت الزيتون. شوية الثومة، حاولوا نحركوها. كناخدو الزبيب تنديرو حتى هو فوق البصلة، كنديرو
تنجيبوا الحوت ديالنا بعد ما رقدناه واحد شويه في هاد الشرموله، تناخدو واحد شويه البصله من هنايا تنحاولو نديروها من الفوق، تنكبو هاديك الشرموله اللي بقات لينا، تنديرو لها جهد نص كاس تاع الماء، تنخويوها هنايا، صافي تنغطيو الطاجين ديالنا ونحطوه يطيب على عافيه مهيله. كما كتشوفوا معنا الطاجين ديالنا وجد، كيجي لذيذ بزاف، كيجي غزال، كنتمنى انكم تجربوه وتقاسموه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساونيش من الاشتراك، والصحه وراحه. كما كتشوفوا معنا الحوت كيجي فتي، كيجي زوين، جربوه ما غتندموش، صحتكم وراحتكم.